روسيا تسعى لإجراء محادثات سلام بشأن سوريا. السؤال: هل بفهم جديد؟ مصر أعادت فتح معبر رفح مع قطاع غزة ليومين فقط، والطريق اتجاه واحد. وفي ليبيا الثني يصرح أن لا حوار في ليبيا قبل الاعتراف بالبرلمان. هل سينتظر الرجل طويلا؟ والعالم يترقب اجتماع أوبك بالغد، ستعلو الأنفاس وتهبط مع قرارات المنظمة، وتحرك أممي عالمي لوقف العنف ضد المرأة. هذه أبرز الموضوعات التي سنتناولها في هذه الجولة من هذا البرنامج. دعونا نقف مع أبرز وآخر وأهم الأخبار حتى الساعة. فرنسا تنشر 6 طائرات ميراج الخميس بالأردن ضمن الائتلاف ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. مقتل 3 رجال شرطة بسيناء برصاص مجهولين، ومقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الحوثيين والسنة في صنعاء. مقاتلو داعش يشنون هجمات قرب كركوك النفطية في العراق. ونرحب بكم من جديد. دعونا نبدأ بشأن السوري المتقلب والذي يخرج من أزمة ويدخل في أزمة، وتبقى الأزمة بمجملها كاملة أحيانا لا تراوح مكانها، وأحيانا تسير ذات اليمين وتتعثر ذات اليسار في واحدة من أعقد الأزمات التي يشهدها التاريخ الحديث. يبدو أن أمر سوريا أصبح في يد دول أخرى مناصفة أو بالكامل. هناك روسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك إيران، وهناك سوريا ذاتها. تغير في المواقف الروسية لا ندري إلى أين هو ذاهب، لكن دعونا نتابع هذا التقرير ومن ثم نقرأ ونحلل في المستجدات على الساحة السورية بالروسي هذه المرة. منذ أزمة الخليج الثانية عام 1990 ساد الاعتقاد بأن روسيا لم تعد قادرة على حماية حلفائها أو التأثير في قضايا المنطقة، وأن الولايات المتحدة هي اللاعب الأوحد في الشأن الدولي والإقليمي. وقد تأكد هذا الانطباع مع ضربات الناتو على صربيا عام 99، والاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وضربات الناتو على ليبيا عام 2011. إلا أن الموقف الروسي من الأزمة السورية قلب التوقعات عندما كشرت موسكو عن إنيابها ووقفت في مواجهة واشنطن لحماية مصالحها وحلفائها. فسوريا حليف استراتيجي لروسيا، والتفريط فيها يعني لها خسارة الشرق الأوسط برمته، وهو أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لموسكو. ورغم النشاط الدبلوماسي الواضح الذي شهدته الدبلوماسية الروسية في المنطقة منذ تولي فلاديمير بوتين السلطة في روسيا مطلع عام 2000، والقفزات التي شهدها التعاون الاقتصادي والتقني بين روسيا وعدد من دول المنطقة، فإن الكثيرين لم يلمسوا الصعود الروسي إلا مع الأزمة السورية. فموسكو ترى أن واشنطن تسعى إلى إحكام سيطرتها على المنطقة ووضع حد للشراكة العربية الآسيوية وفي مقدمتها روسيا، وذلك من خلال إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط جغرافيا وسياسيا وإضعاف القوى الإقليمية المهمة العربية وغير العربية الكبرى، وخلق كيانات ضعيفة يسهل توجيهها ولا تمثل خطرا على مصالحها. من هنا كانت العلاقة الروسية السورية بهذا الشكل، لذلك كانت روسيا ولا تزال لاعبا رئيسا في الأزمة السورية. ليست بيدها الحل، ولكنها إحدى أدواته. معي هنا في الأستوديو الأستاذ حكم البابا الكاتب والمحلل السياسي السوري. أستاذ حكم مساء الخير، نشكر وجودك معنا في البرنامج. روسيا تعود من جديد، تعود إلى الواجهة، هي موجودة في سوريا أصلا. هل من الممكن أن تكون قد عادت بفهم جديد؟ هي شريك في الحرب. كل السلاح الذي يقتل فيه السوريين لا يزال روسي، كل الأسلحة المتطورة التي وصلت للنظام روسية. كيف يمكن أن تكون عامل سلام؟ هي عندما تدخل بمبادرات سياسية حتدخل بصف النظام وليست بصف وليست وسط، يعني أنا لا أريد بصف السبرة، في صف النظام. فهي مجرد إضاعة وقت. نحن في سوريا الآن يضيعون الوقت بمبادرات شيدي مستورة والروسي، ومعاذ الخطيب يسافر إلى روسيا يقول كلام عكس ما يقوله الروس. الروسي يريدون الإبقاء على بشار الأسد وأعطاء كم مقعد وزاري للمعارضة ليس أكثر،
والروس هذا ما يطلبونه هو ما يريدون ما يريدون. ما سير تمسك روسيا الكبير بسوريا بهذا الحجم؟ نحن نعلم أن لها قاعدة في طرطوس، ولكن حتى على المستوى التجاري والمستوى الأهمية هي لا تعادل أي دولة أخرى في دول الاتحاد الأوروبي تتعامل معها روسيا. هي معركة، هي جزء من معركة مع الغرب، جزء من معركة مع سوريا مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد السوفيتي. هي قدم في منطقة الشرق الأوسط. ليست سوريا لا تعني روسيا كثيرا، لم تكن موجودة روسيا في سوريا قبل الثورة، كانت مجرد صديق بعيد. بس الآن هي حلبة صراع ليس أكثر. نعم. قد يكون بعد الثورة فيما لو، أو هكذا تطمح روسيا فيما لو تريد انتصار النظام، تريد ثمن موقفها. نعم. سمعنا تراخي في اللهجة الروسية مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بذهاب الأسد. هذا الموضوع لم يكن الحديث فيه وارد بشكل من الأشكال. لم يقل أحد هذا الكلام، هذا كله إشاعات طلعت عبر الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. بس حتى زيارة وزير الخارجية السعودي إلى هذا ما كنت أود الحديث عنه موسكو. نعم. يعني ما قرأته عنها لم تكن موفقة. لم يلتقي بوتين مثلا، التقى بوزير الخارجية ووقفت الأمور عند هذا المستوى. سبق للأمير بندر مدير المخابرات السعودية السابق أن زار موسكو ولم يفلح في الحصول على أي نتيجة. نعم. روسيا جزء من الأزمة السورية بطبيعة الحال، وإن لم تكن حسب وصفك لاعب رئيس فيها، هل من الممكن أن لا تكون جزء من الحل، بمعنى استبعادها وإيجاد حل للمشكلة السورية، أم أن روسيا لابد أن تستشار في هذا الخصوص؟ على حسب نوعية الحل اللي حيكون بـ 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 بروسيا. يعني إذا كان حل عسكري في حال فرط النظام، سقط فجأة، وممكن أن هذا يحدث مثل ما صار بالاتحاد السوفيتي في لحظة، هاي هذا نوع من الأنظمة الشمولية مثل المسبحة، بفرط بلحظة بضل قوي للآخر لحظة، وسقط النظام، روسيا تخرج صفر اليدين مثل إيران. لكن في وجود أي حل سياسي أو مفاوضات يمكن أن تحصل روسيا على بعض النتائج لصالح. أيهما أكثر إمساكا بالملف السوري، إيران أم روسيا؟ طبعا إيران. إيران تخوض معركتها الكبرى في سوريا، معركتها بالمنطقة كاملة. إذا خرجت من سوريا ستخرج تاليا من لبنان وشيئا فشيئا من العراق. ستخسر المنطقة. نعم. ستخسر كل ما بناه وما أسس له الخميني منذ الثمانينات وحتى اليوم. نعم. انتشر اليوم شريط فيديو يصف تواجد من حزب الله اللبناني مع قوات النظام السوري في اليرموك، وهذا يعني أن حزب الله لا زال متواجد، وما يحدث في لبنان لا يعنيه بشكل أو بآخر. يعني إلى أي مدى من الممكن أن تسوء الأحوال في ذلك الجانب بهذا التدخل المستمر لحزب الله في الشأن السوري؟ حزب الله، أولا ممكن أحكي بس باستفاضة شوي. تفضل. حزب الله يعرف يقاتل في جنوب لبنان، أرضه، منطقته، تحصيناته. ومع ذلك أنا بدي بس أعطيك مثال. بال2006 بعد سنة من القصف الإسرائيلي استغاث بالعالم كله كي يوقف القصف، وقبل بالقرار 1701 اللي هو قرار يمنعه من إطلاق طلق على إسرائيل ويحوله إلى حرس الحدود. دخل سوريا على أساس نزهة وعلى أساس سيحارب مجموعة هواة، هم الحقيقة لأول مرة يمسكون بندقية بسوريا. لم يقوموا بثورات ولم يقوموا بحروب، كان شعب مسالم. فجأة اكتشف أنه غرق في المستنقع، العودة بالنسبة إليه صعبة، والاستمرار خسائر، وكل ما استمر حزب الله في سوريا سيخسر سمعته الحربية، سيخسر بيئته الحاضنة، بالأخير حتقول يعني شو دخلنا نحن بسوريا. وانكشف كذبات إنه حماية المراقد وقبور آل البيت والدفاع عن، هي دفاع عن بشار الأسد، جزء من مخطط إيراني كبير هم جنود فيه.
أنا رأيي حزب الله موجود إلى الآن، لكنه مع الوقت سيخسر وهزيمته ستكون أسهل. نعم. جاك هيجل وزير الدفاع الأمريكي أقيل أو استقال تحت الإجبار كما ردد كثير من المحللين القريبين من مراكز القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، لإخفاقه في معالجة كثير من الأمور خاصة فيما يتعلق بتنظيم داعش. أوباما تبقت له سنتان على رأس الولاية، وأنت تعرف والتاريخ يقول بأن الرؤساء الأمريكان في خلال هذين السنتين الأخيرتين لا يقوموا بأعمال كبيرة جبارة وإلا لكان قد قام بها من قبل. هل يعني هذا تجميد الملف السوري حتى ذهاب أوباما؟ في بوجهة النظر الأمريكية طبعا وبالتحرك الأمريكي. بالنسبة للملف السوري أمريكيا يعني هو جامد منذ قيام الثورة. أوباما لم يقم بأي أعمال، كل مرة يقدم وعود ويتراجع عنها، يقول هذا خط أحمر ويتراجع عنها، يأتي بأسطوله إلى البحر المتوسط ليضرب النظام بعد ضربة الكيماوي ويتراجع. هو شخص متردد، دخل المعركة مع داعش في سوريا والعراق مضطران، الآن سيمضي في المعركة مضطران، المعركة التي لا يعرف نتيجتها وإلى أين ستصل، لا هو ولا غيره ولا حتى الطرف المقابل اللي هو الدولة الإسلامية، تنظيم الدولة الإسلامية، هم يخوضون الحرب حتى النهاية والأرض ستحدد المنتصر. نعم. الأمم المتحدة توجه نداء بأن 12 مليون سوري يحتاجون لكل شيء وللمساعدات في هذا الشتاء القادم، والتجارب الماضية لم تكن مبشرة. يعني كيف ترى هذا الموقف على المستوى الإنساني؟ يمكن من كبرى المآسي بالقرون الماضية اللي ما يحدث للسوريين، يعني ستمر هذه السنة مثل ما مرت السنوات الماضية، سنفترض أن هناك دعم قليل سيصل، الناس بتتأقلم بتعيش مضطرة، هذا حلول، هذا الموجود، هاي المأساة الكبرى اللي ما حدا شايفها من الدول الأخرى. يعني في دول عم تدفع لكتائب مقاتلة وفي دول تدفع لتسليح، بس ما شايفين هدول الناس. يعني نحن بحاجة على الأقل إنسانيا، هذا ملف ينبغي أن يثير ضمير العالم يعني. وأنا برأيي حتى الآن البوادر في شيء مأساوي. يعني أنت في لبنان محاط باتهامات الإرهاب كسوري، كل يوم هجمات أمنية على المخيمات، بعض السياسيين اللبنانيين وخاصة جماعة عون هناك لهجة عنصرية فاقعة تجاه السوريين. في الأردن أوقفوا الضمان الطبي للسوريين، وضع مأساوي بكل معنى. يعني الوضع المقبول هو في تركيا للسوريين، للاجئين السوريين يعني في تركيا. نعم. أستاذ حكم البابا الكاتب والمحلل السياسي السوري، أنا أشكر لك كل هذه الإضاءات حول هذا الملف المعقد الشائك، فك الله محنة السوريين. شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى منطقة أخرى لا تقل سخونة، ليبيا، وتترى فيها الأحداث بشكل كبير. الثني رئيس الوزراء الليبي ذكر بشكل أو بآخر أنه لن يعترف بأي جهة ما لم تعترف بالبرلمان الليبي. جاء ذلك عشية ضرب مطار معتيقة، المطار الوحيد الذي هو على قيد العمل في هذا البلد، ومن ثم تتعقد الأمور يوما بعد يوم. أين معي من لندن الدكتور عبد العزيز غنية المحلل السياسي الليبي. دكتور غنية مساء الخير. نهارك طيب أخي الفاضل ويشهدك الكرام. الله يسعد مساك. يعني الآن الثني يطلب الاعتراف بالبرلمان، من يعترف بمن في ليبيا؟ حقيقة فوضوية المشهد الليبي لم تعد خافية على العيان، وخاصة تسلط الميليشيات المسلحة التي اكتسبت بعد 17 فبراير شرعية لم تكن لها، وهذه الميليشيات
تتكون من تحصلوا على نفوذ وعجنوا كثير من المكاسب، سواء كانت المكاسب السلطوية أو المكاسب العينية المالية أو التحكم في العاصمة أو وورثوا ترسانة الجيش الليبي. هذه الميليشيات تصر أن تأخذ حصة من المشهد الليبي. الليبيين ذهبوا في الانتخابات الماضية وانتخبوا مجلس النواب، سواء اتفق عليه الليبيين أم لم يتفقوا، ولكن كان حصيلة هذه الانتخابات. فبالتالي هؤلاء عندما وجدوا أنفسهم غير معترف بهم ولم يحصدوا أي نتائج تذكر في الانتخابات الماضية، والشعب الليبي اكتشف أن هؤلاء مجرد مصلحيين ومجرد قابضين على السلطة والمال ويرهبون الناس، اختار ألا يختارهم في مجلس النواب. بالتالي انقلبوا على مجلس النواب وسيطروا على العاصمة، والقصة تطول من تدمير لمطار طرابلس إلى حرب قبلية حصدت الأخضر واليابس، حصدت كل ريف طرابلس الآن مهجر. منطقة ورشفانة هذه المنطقة التي بها ريف طرابلس الذي يغذي طرابلس بكل الخضروات وكل الفواكه الآن مدمر، وبيوته وبيوت ناسه مدمرة. قضية تاورغ الجغل نعم نعم، قضايا كثيرة، كذلك الإسلام المتطرف الذي صحيح دكتور نعم نعم دكتور عبد العزيز، يعني واحدة من التطورات النوعية هو انفصال إحدى المجموعات المسلحة عن فجر ليبيا وانضمامها إلى الجيش الليبي، كيف تقرأ هذا التطور؟ المواطن الليبي أخي الفاضل مع مؤسسة الجيش والسلطة والشرطة، وإن اختلف مع بعض قادة هذه التشكيلات العسكرية، يعني تشكيلات الجيش أقصد، وتحديد الخليفة حفتر، لكن الشعب الليبي بالكامل مع هذه المؤسسات. والناس الآن هناك صراع ببعض المناطق، مثلا عندك أنت منطقة مصراتة والميليشيات التي تضمها وسيطرتها على طرابلس، الآن بعض المناطق الأخرى اللي كانت معهم تشكل حلفاء مثلا الزاوية وغريان، الآن الزاوية وغريان هناك حس وطني لدى أهل هذه المناطق بضرورة الانضمام إلى مؤسسة الجيش والشرطة، وليس الانضمام إلى تشكيل ميليشيات مدينة مصراتة مثلا المتحكمة بقدر الإمكان في مطار معتيقة. كذلك أهل مصراتة الآن هم في بين فكي كماشة، حيث استغلهم التنظيم الإسلامي المتطرف كوقود لهذه الحرب من أجل السيطرة على مقدرات البلد، وجعل ليبيا قاعدة ينطلق منها هذا المشروع الإسلامي الكبير. وهذا المشروع الإسلامي ما عنداش خطة تنمية وما عنداش خطة تطور سياسي للمنطقة بقبوله إلى الأطراف المناوية له أو بقبوله إلى الأطراف المختلفة السياسيين. يعني بأي بلد لابد أن يكون فيه هناك تنوع في مشهده، سواء كان السياسي أو الاجتماعي. هذا التنظيم المتطرف لا يقبل بأي تنوع أي كان، وكأنه دكتاتورية أخرى وكأنه استبداد آخر. والليبيين يرفضون طبعا قصة الاستبداد والتفرد بالسلطة. وبالتالي الآن هناك انشقاقات كثيرة في المشهد الليبي، هناك حراك اجتماعي قبلي مناطقي ما بين مناطق ليبيا حول من يكون مع من. صح مجلس النواب ربما يكون ضعيف قليلا، ولكن الليبيين معه، ويصر الليبيين كل يوم، الليبيين هم مع مجلس النواب ومع نعم شرعية الجيش والشرطة. نعم، أنا أشكرك الدكتور عبد العزيز غنية المحلل السياسي، كنت معي من لندن في قراءة للمشهد الليبي، شكرا جزيلا لك. إلى رفح، إلى مصر، معبر رفح يفتح من جديد، اتجاه واحد هذه المرة من مصر إلى هناك إلى رفح، اليوم الأربعاء وغدا الخميس وليومين سيتم فتح المعبر. وذكروا بأن مصر فتحت معبر رفح البري للسماح لآلاف العالقين الفلسطينيين أن يعودوا للقطاع، لكنه سيظل مغلق أمام القادمين من القطاع إلى مصر. وهذه خطوة جديدة، وهو أول فتح لهذا المعبر بعد الحادث الذي طال أكثر من 30 عسكري مصري، ومنذ ذلك الحين وهذا المعبر مغلق أمام الحركة جيئة وذهاب.
أنا معي عبر الهاتف من القاهرة المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق. سعادة المستشار مساء الخير، كيف نقرأ هذه الخطوة؟ هل هي فقط لدواعي إنسانية؟ وإن كانت كذلك لماذا لا يفتح المعبر من الجانبين؟ تفضل. نعم سعادة المستشار إذا كنت تسمعني. مرحبا سعادة المستشار، تسمعني الآن؟ أهلا. نعم أهلا. الله يسلمك، شكرا لوجودك معنا عبر الهاتف. وأنا أتساءل عن معبر رفح الذي فتح اليوم وغدا الخميس، هل هذا الفتح يأتي بدوافع إنسانية مثلا ليومين، أم أنه لإرجاع الفلسطينيين العالقين في مصر، خاصة وأن المعبر يفتح في اتجاه واحد فقط من مصر إلى غزة دون عودة؟ طبعا نتيجة ما اتخذته مصر من قرارات بهدم الأنفاق وعمل المنطقة العازلة التي كان يتسرب منها الكثير في محاولات للإضرار بالأمن المصري من هذا الجانب، وقيام السلطات المصرية بهدم تلك المعابر، وأثر عن وجود بعض المواطنين الفلسطينيين النازحين من غزة عبر تلك الأنفاق في منطقة العريش، ورغبتهم في العودة لأنه لم يجوز أن يتم التوطن بهذا الأسلوب مع الحكومة الفلسطينية. ومن خلال المحاورات اللي تمت ما بين السفارة المصرية والممثلة الخارجية لدولة فلسطين في محاولة لحل مشكلة هؤلاء القادمين في أحد صور الهجرة الغير شرعية من غزة إلى مصر، تم التوصل إلى اتفاق إلى أنه من الممكن في خلال يومين وحدد لهم وقت ويتم عودتهم إلى غزة، وقد طلب من السفارة الفلسطينية أن يتم تحديد ماهية الأشخاص الذين حضروا بحسن نية في صور هجرة شرعية، بحيث أنه في بعد أن يتم هذا اليومين لا نسأل عن من يتم التعامل معه على أنه مجرم داخل هذه المنطقة. نعم. من لم يكون داخل هذه المنطقة أو داخل مصر دون أوراق شرعية فهو قادم بمحاولة ارتكاب جريمة أو يخسر القوانين المصرية ويتحمل ما سيتطلب. نعم سعادة المستشار. المصرية نعم. كل مخالف. نعم. هل هذا الإجراء أي علاقة بما هو متوقع أن يحدث في 28؟ لوح الإسلاميون بأنهم بصدد ما عرف بثورة المصاحف أو التظاهرات والتي تستعيد لها الجهات الأمنية في مصر، هل ثمت علاقة بين هذا الإجراء وهذه التحركات أم أن المسألتين تبدوان منفصلتين تماما؟ لا هي مسألتين منفصلتين، إنما مصر بتتخذ الإجراءات القانونية المصرية والدولية ضد من يحاول اقتحام حدودها أو يدخل حدودها بقصد بطريقة غير شرعية فهو ممكن. أما في من يدعي أن هناك ثورة المصاحف أو بأحد المحاولات التي يقوم بها الجماعة الإرهابية للإساءة إلى الدين الإسلامي بين كافة الأفراد في محاولة إلى أن يتم إهدار كتاب الله ويتم استثارة الشعب بهذا الأسلوب، ولكن لم ينجحوا لأنه فكر معمول به ومعروف من مسبقا. نعم أنا أشكرك رئيس محكمة أمن الدولة السابق المستشار عمرو عبد الرازق، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. واليوم في التاريخ، في مثل هذا اليوم وقعت كثير من الأحداث التي سجلت اسمها في سجل التاريخ. نتابع.
غدا في فيينا واحد من أهم وأخطر اجتماعات أوبك في السنوات الأخيرة. بعد الفاصل في هذه الجولة. العالم يترقب اجتماع أوبك بالغد، ستعلو الأنفاس وتهبط مع قرارات المنظمة. دمشق تخصص أكثر من 60% من ميزانيتها ل 2015 للدعم الاجتماعي. دبي تسعر شحنات نفط فبراير بأكبر خصم في 5 سنوات بقيمة 1.80 دولار للبرميل. صندوق النقد يحث على توخي الحذر من المشاريع العملاقة في مصر. الحكومة الأمريكية تعمل على تجديد اتفاق نفطي مع إسرائيل. إذن تتجه أنظار العالم كله للاجتماع التاريخي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بكرة في فيينا الخميس. 12 دولة في المنظمة سيجلس مع بعضهم البعض لاتخاذ قرارات قد تكون تاريخية وقت عصيب بشأن خفض الإنتاج والإبقاء على مستوياته الحالية ما بين هذين الخيارين. طبعا في ظل تراجع كبير غير مسبوق في الفترة الأخيرة بالذات للأسعار العالمية للنفط أكثر من 30% والاقتراب من التخلي عن حاجز الثمانين دولار. إنتاج النفط أو الإبقاء على مستوياته الحالية، تباين كبير في الآراء أشبه بالانقسام يسود بين الدول الأعضاء بمنظمة أوبك التي تضخ نحو ثلث النفط العالمي. يواجه أعضاء كثيرون للمنظمة مثل الإكوادور وإيران وفنزويلا عجزا كبيرا في الميزانيات بسبب الانخفاض الشديد للأسعار الذي بلغت نسبته 30% منذ يونيو الماضي، وذلك مع تراجع النمو العالمي وطفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة. ورغم تراجع الأسعار تظهر المؤشرات غياب اهتمام دول خليجية على رأسها المملكة العربية السعودية بمستويات الأسعار بقدر تركيزها على حصصها السوقية والتركيز على استقطاب أسواق جديدة ولو بسعر أدنى لتعويض تراجع حصصها في الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن اجتماع الرباعية النفطية أي السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك في فيينا لم يسفر عن أي اتفاق على خفض الإنتاج بالرغم من توافقهم على أن أسعار النفط الحالية ليست جيدة. ناقشنا حالة السوق وقد اتفقنا في الرأي بخصوص الوضع، كما اتفقنا على الإبقاء على الاتصالات وسنجتمع مجددا بعد 3 أشهر. اللقاء الرباعي جاء بعد أسبوع على اتفاق روسي سعودي على أن تسعير النفط ينبغي أن يقوم على التوازن بين العرض والطلب. موقفنا وموقف السعودية بالنسبة لسوق النفط هو أن السوق من يجب أن يقرر الأسعار حيث يلعب العرض والطلب دورا حاسما، ونحن وشركاؤنا السعوديون نعارض أن تتأثر السوق بالمخططات الجيوسياسية. الكل يترقب وسط قناعة الأسواق بأن أوبك لن تصل إلى حل يوقف تدهور الأسعار في ظل التجاذب ومطالبة دول مثل إيران وليبيا والعراق بإبقائها خارج إطار خفض الإنتاج ورفع حصصها. أتابع ذلك معي مباشرة من الرياض الدكتور عبد الرحمن السلطان الخبير والمحلل الاقتصادي. دكتور مساء الخير، شكرا لوجودك معنا. غدا أوبك مباراة تاريخية في فيينا، في فوز في هزيمة في تعادل. فوز بمعنى أنه يخفض الإنتاج وتعادل يبقوه على مستوياته، وخسارة أن لا يتفقوا. ما الذي سيحدث في تقديرك؟ والله طبعا الأمور الآن غير واضحة بالنسبة لموقف مجموعة الأوبك. هناك من الدول من ترى أنه يجب ألا تفقد المنظمة جزء من حصتها لصالح منتجي النفط غير التقليدي وخاصة النفط الصخري، وهناك مجموعة أخرى ترى أنه هناك يعني حاجة لتخفيض الإنتاج حتى على الأقل يعني تحافظ الأسعار على مستوياتها الحالية. فالحقيقة الإشكالية أن أوبك يعني أسيرة للماضي، يعني عندما حدثت مشكلة مشابهة في الثمانينات رأت أوبك أن تقوم بدور المنتج المتمم، بمعنى أنها تنتج من النفط ما يكفي للمحافظة على أسعار النفط من خلال تخفيض كمية الإنتاج. فوجدنا أنه بين 79 إلى عام 85
المنظمة انخفض إنتاجها من 30 مليون برميل إلى 16 مليون برميل فقط، يعني حوالي نص الإنتاج، ومع ذلك لم تستطع أن تحافظ على الأسعار من التراجع، وبالتالي في ديسمبر 85 اضطرت إلى التوقف عن المحاولة هذه والاتجاه والتركيز على المحافظة على حصتها السوقية، وبالتالي انهارت أسعار النفط. المنظمة الآن في موضع مشابه وتخشى أن تصل إلى نفس النتيجة، أنها تخفض الإنتاج ويستفيد منتجي النفط الصخري في زيادة إنتاجهم، وبالتالي فقط يعني تفقد حصتها السوقية لكن الأسعار تتراجع. لكن أعتقد أن هذا الموقف يعني غير مناسب. الخطأ اللي ارتكبته أوبك في الثمانينات هو أنها استمرت في التخفيض، لكن أن تخفض جزء يعني جزئيا، يعني مثلا أن تتفق مثل في هذا الاجتماع ورأي أنه هذا الرأي المناسب، أن تجتمع أن تتفق دول المنظمة على أن تخفض الإنتاج إلى الحصص الفعلية، لا يعني حسب الحصص المنظمة. الآن كعدد من الدول الأعضاء تنتج أعلى من حصصها باتفاق المنظمة، وبالتالي الإنتاج الآن يبلغ حوالي 31 مليون برميل يوميا. إذا خفض الإنتاج إلى 30 مليون برميل يوميا اللي هي حصص الإنتاج، أعتقد أنه سوف يرسلون رسالة جيدة للسوق تطمئن الأسواق، تحافظ على أسعار قد تكون حوالي 80 أو حتى أعلى قليلا من 80 مليون. لكن 80 دولار. لكن إذا لم تتفق المنظمة أو اتفقت على الإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية، فإن أسعار النفط على الأرجح سوف تتراجع. نعم، روسيا والسعودية لعلهما تتبنيان نظرية العرض والطلب، بمعنى يتركوا الأسعار للسوق والذي يحدد ذلك. يعني إلى أي مدى من الممكن أن يواجه هذا التبني بمعارضة من دول أخرى؟ طبعا الكلام هذا غير صحيح. السوق النفطية طول تاريخها لم تكن سوقا حرة، لا يمكن أن تكون سوقا حرة بالواقع. نجد أنه سواء قبل موجودة الأوبك كانت ستاندر أويل ثم شركات السبع ثم منظمة الأوبك، واستمر الوضع الآن خلال المرحلة الماضية من حوالي من عام حوالي 1970 وحتى الآن أو 73 وحتى الآن الأوبك هي التي تضبط العرض والطلب. لو ترك الموضوع للعرض والطلب فممكن أن يزيد العرض عن حاجة السوق وتنهار أسعار النفط. فطبيعة السوق النفطية وطبيعة إنتاج النفط تتطلب تحكم في كمية الإنتاج، لكن قد تكون الآن الوقت المناسب للمنظمة أن تتوقف عن القيام بدور المنتج المتمم، وهذا الدور الآن من المناسب أن يقوم به منتجي النفط الصخري بدلا من الأوبك، بحيث أن منتجي النفط الصخري هم الذين يجب أن يتحكموا بكمية الإنتاج ليحافظوا على أسعار النفط عند مستويات معينة، خاصة ولهم مصلحة أكبر من أوبك. يعني هناك ميزة نسبية لدى أوبك في تكاليف الإنتاج تجعلها تتحمل أسعار قد تكون حتى 30 أو 40 دولار تستطيع أن تنتج، لكن منتجي النفط الصخري يحتاجون على الأقل يمكن 60 دولار أو حتى 70 دولار حتى يستطيعون أن يكون هذا الإنتاج مجدي والاستثمارات يعني مجدية، وبالتالي هم في هذا الوضع هم الأنسب أن يقوم بهذا الدور. فإذا الحل المنظمة أن تحدد يعني حد أدنى للإنتاج، يعني مثلا أن تقول لن أخفض إنتاجي مهما حدث لأسعار النفط عن 28 دولار 28 مليون برميل يوميا. في حالة انخفاض إنتاج الأوبك إلى 28 مليون برميل ويظل هناك ضغط على السعر للنزول، سوف يضطر منتج النفط الصخري تخفيض إنتاجهم للمحافظة على أسعار النفط، بالتالي تنتقل مهمة المنتج المتمم من أوبك إلى منتجي النفط الصخري. نعم دكتور عبد الرحمن، أوبك نفسها كمنظمة إلى أي مدى هي قادرة على اتخاذ هكذا قرارات تاريخية وإدارة هكذا أزمات في ظل ربما اتهام للمنظمة نفسها بأنها تعاني من خلخلة في الداخل؟ لا، طبيعة أي الكارتيل هي تعتبر كارتيل، طبيعة الكارتيل دائما أن الأعضاء يميلون إلى التشيتينج أو الغش، يعني أنه أنا أتفق أني سوف أنتج 500 ألف برميل مثلا ثم أنتج 700 ألف برميل، وأفترض أن الآخرين سوف يحافظون على الحصة الفعلية لهم، وبالتالي يزيد الإنتاج عن المتفق عليه وبالتالي تنهار الأسعار. لذلك المنظمة ليست جيدة في هذا الجانب، يعني ليست خاصية لمنظمة الأوبك، ولكن طبيعة النشاط هذا أو السلوك السوقي هذا يرتبط بعدم الالتزام بالاتفاقية، وبالتالي إذا لم تكن السوق النفطية يعني حلت جزء من مشكلة الأوبك من خلال تحسن الطلب بسبب تحسن الأداء الاقتصادي مثلا، فإنه أوبك سوف تواجه مشكلة. لكنه يعني إذا استطاع أن تنتضع بعض يعني القيود والرقابة على كميات الإنتاج وإدراك من الدول بأنهم إذا لم ينفذوا ما اتفقوا عليه فإن الأسعار
الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع وبالتالي معاناتهم تزيد. فذلك أن أنتج مثلا مليون برميل وأبيعه ب 70 دولار أحسن من أنتج مليون و 200 ألف برميل وأبيعه ب 50 دولار بكل تأكيد. يعني المصلحة واضحة بالالتزام بالاتفاقيات. طهران لديها نظرية خاصة في أنها طوال هذه السنوات لم تستفد من النفط خاصة في ظل العقوبات والحصار، وبالتالي هي تريد أن تكون بمنأى عن أي اتفاقات حتى تستطيع أن تعوض ما فاتها. يعني إلى أي مدى مثل هذا الطلب فيه شيء من العدل أو أنه يخل بالتزامات الأعضاء في المنظمة؟ والله اعتقد انه يعني اذا 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 عادوا للحصص الانتاج السابقه قبل كل هذا، يعني كان في حصص الانتاج اللي الان اجمالي الانتاج حسب الحصص 30 مليون برميل، انا اعتقد ان الحل العادل لهذه الدول ان توافق على الالتزام بهذه الحصص. هذا يعني ان عدد من الدول بما فيها الدول الخليجيه الان تنتج اعلى من الحصص الانتاجيه لها ان تكون مستعده لتخفيض اكثر من الدول الاخرى، لكن يجب ان يكون الخطوه الاولى الان هو الالتزام بالحصص، بالتالي يعني انه يخفض اجمالي انتاج اوبك بحوالي مليون برميل. اعتقد انه مثل هذا القرار عادل للجميع، واعتقد انه سوف يكون مطمئن للاسواق وكافي يعني لاعطاء دفعه جيده الأسعار بحيث تستقر عند حوالي 80 دولار للبرميل. نعم دكتور عبد الرحمن، الإبقاء على مستويات الإنتاج على ما هي عليه ولعله هذا هو الراجح، يعني على أقل تقدير في بوجهة نظر كثير من المحللين هو الذي ستخرج به أوبك. إذا كان كذلك أسعار النفط إلى أين ستصل في تقديرك في ظل المعطيات الحالية؟ هل من الممكن أن تلامس 60؟ ممكن ان تتراجع على الاقل، يعني بيكون في مومنتم للتراجع في على الاقل الفتره القصيره وتتراجع الاسعار، لكنه تراجع الاسعار الى ما دون ال 70 او قريب من 70 دولار اعتقد انه على الاقل جزء من منتجي النفط الصخري بالولايات المتحده سوف يجون صعوبه بالاستمرار، وبالتالي انتاج النفط الصخري سوف ينخفض، وبالتالي يمكن جزء من الفائض بالاسواق سوف يتلاشى، وبالتالي ممكن تعود الاسعار الى حوالي ال 70 او 75 من دولار في على الاقل المرحله يعني المستقبليه. لكنها مثل هذا الحل حقيقه يعني انا اشوف انه تصرف يعني نوعا ما نقدر نقول انه غير مسؤول بالنسبه للمنظمه كمنظمه، يعني تضع على عاتقها مهمه استقرار الاسواق النفطيه. اذا رفضت مثل هذا التخفيض الان واستمرت على الانتاج هذا ثم سمحت بالاسعار للنفط انها تتراجع وخروج جزء من المنتجين النفط الصخري مثلا من الاسواق ذم عودتهم مره اخرى، سوف يكون هناك تذبذبات حاده خلال يعني السنوات القادمه في اسعار النفط قد لا يكون لصالح المنتجين، ولا يعني اوبك يجب ان لا تنظر الى النفط الصخري كمنافس، يجب أن تنظر للنفط الصخري كحل لمشكلة تناقص إمدادات النفط حاليا ومستقبلا. لولا النفط الصخري الآن لكانت أوبك اليوم مطالبة بأن تنتج ما لا يقل عن 35 مليون برميل. نعم. يعني أن معظم دول أوبك سوف تنتج أعلى من حاجتها المالية وأعلى من ما يتناسب مع مصالحها على المدى الطويل. سوف تستنزف احتياطياتها بشكل غير مناسب. نعم. بسبب الضغط عليها من الأسواق، لأنه سوف تجد عليها مسؤولية لحماية الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار النفط أن تزيد من الإنتاج. نعم. فأنا أعتقد أنه هناك نظرة سلبية نوعا ما أجدها من دول أوبك للنفط الصخري، وأعتقد أنه هذا غير مناسب. نعم. والنفط الصخري له دور إيجابي كبير بالسوق النفطية خلال العقود القادمة بكل تأكيد. نعم على كل نعيمي بدأ وهو يحضر هذه القمة في فيينا بدأ هادئا وذكر بأنه ما الجديد، يعني ما المشكلة، لا توجد أي مشكلة ولا صعوبات، وبدأ ضاحكا. على كل غدا لنظيره قريب. أنا أشكرك الدكتور عبد الرحمن السلطان المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. الأسواق أيضا تتأثر باجتماع الغد وتترقب اجتماع الغد، لكنها اليوم كانت خضراء أظنها متفائلة. إغلاقات الأسواق العربية هي كذلك، لكن اللون الأحمر طغى على الأسواق الخليجية والنفط والخليج، العلاقة قائمة بشدة وبشكل كبير. التفاصيل مع رونا الطراونة. أهلا
بكم. كيف بدت لدينا نهاية جلسة هذا الأربعاء في الأسواق الخليجية والعربية؟ دعونا نلقي نظرة، وهذه المرة حالة الترقب التي كانت قد شهدتها الأسواق تحينا لاجتماع منظمة أوبك في فيينا، والذي ربما يهدف هذه المرة إلى اللعب على أسعار النفط العالمي التي تراجعت وأثرت على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام، مع التطمينات أو حتى التأكيدات هذه المرة وخاصة من الجانب السعودي بأنه لن يكون هنالك تلاعب فيما يتعلق بحصص الإنتاج خاصة من السعودية. السوق السعودي والأكبر خليجيا كان قد سجل تراجع لدينا في منتهى جلسة الأربعاء، وخسر قرابة نقطة وست أعشار النقطة المئوية. تستمر السوق السعودي في هذه التراجعات، الأسباب كانت تعود إلى انتظار اجتماع أوبك، كذلك إلى التراجعات التي جاءت على سهم موبايلي وانتظار مجموعة من التفسيرات داخل السوق. في الأسواق الخليجية الأخرى وجدنا تعمق الخسائر في سوق دبي المال التي وصلت فيها التراجعات إلى أكثر من نقطتين ونصف النقطة المئوية. لدينا سوق العاصمة الإماراتية أبو ظبي سجل لدينا تراجع بثمان أعشار النقطة، مسقط كان على إغلاق. ولكن ماذا عن السوق في الكويت؟ كانت أيضا في حالة ترقب لقرار المحكمة الدستورية بشأن الطعن في طبعا مجلس الأمة، ولكن لم يتم حله وتم إقراره طبعا أو اعتبار الحكم السابق أو حتى تأسيسه هو صحيح. تأثر السوق الكويتي لدينا كذلك بحالة الترقب لاجتماع منظمة الأوبك، وتراجع المؤشر السعري بقرابة 10 النقطة المئوية. في قطر وجدنا المؤشر اتجه إلى ارتفاع ب 17 نقطة وخالف اتجاه بقية الأسواق الخليجية، وفي البحرين ميل إلى تراجع بقرابة 20 النقطة المئوية. عربيا لدينا السوق في مصر إي جي إكس 30 سجل لدينا مكاسب وإن كانت محدودة بحدود نقطة وثلاث أعشار النقطة المئوية، وارتفاع جماعي كما لاحظنا في بقية الأسواق العربية الأخرى. العنف ينتشر في كل الأرجاء، ودونك نشرات الأخبار التي لا تحمل غير هذه المشاهد، لكن نحن أمام عنف خاص ومؤثر، العنف ضد المرأة. والعالم في ظل هذه الأحداث تحرك في اليومين الماضيين على أعلى مستوياته الأممية بقيادة بان كي مون لوقفة ضد العنف ضد المرأة. بعد الفاصل في هذا البرنامج، تحرك أممي عالمي لوقف العنف ضد المرأة. أهلا بكم من جديد. والنساء شقائق الرجال، وتحرك عالمي أممي كبير في اليومين الماضيين لوقف العنف ضد المرأة على أعلى المستويات. بان كي مون شخصيا الأمين العام للأمم المتحدة ذكر بأن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس هو الشكل الأكثر تطرف وانتشار من أشكال عدم المساواة التي تتعرض لها النساء والفتيات، وأظهر كامل دعمه الشخصي لحملة القضاء على العنف ضد المرأة، ولبس ربطة العنق البرتقالية وهو شعار حملة اجعل حيك برتقاليا، تضامنا مع المرأة وتضامنا مع هذا اليوم. مع انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، يأتي العنف الأسري ليلقي بثقله على كاهل المرأة العربية ويزيد من معاناتها بنسب وأرقام تثير القلق. وتشمل أكثر حالات التعنيف الأسري ممارسة الضرب ثم الشتم والتحقير وصولا إلى الحرمان من المال. في الأردن يعد العنف الجسدي أكثر أنواع العنف الأسري ممارسة، وقد بلغت نسبته 86% هذا العام. أما في المغرب وبحسب إحصائيات رسمية فإن أكثر من 4 ملايين امرأة يتعرضن لعنف جسدي منذ بلوغهن سن 18، واحتلت المرأة المعنفة على يد زوجها الصدارة في الترتيب بنسبة تجاوزت 50%. أما في تونس فتبلغ نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف بشتى أنواعه 47%. فيما أوردت الأمم المتحدة في دراسة لها العام الماضي أن أكثر من 99% من النساء في مصر يتعرضن للتعنيف، مدرجة التحرش الجنسي كنموذج صارخ لذلك. في لبنان تم إقرار قانون حماية أفراد الأسرة من العنف، لا سيما أن هذه الظاهرة تؤدي إلى مقتل أكثر من 12 امرأة سنوياً. وقد أعاقت الحرب المستمرة في سوريا منذ أكثر من 3 أعوام الحصول على إحصائيات رسمية، غير أن التعنيف الجسدي والنفسي ضد المرأة ازداد في الآونة الأخيرة وتسبب بقتل أكثر من 15 ألف امرأة سورية.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن ظاهرة العنف ضد المرأة ترصد ما نسبته 7% من جميع النساء اللاتي يلقين حتفهن في جميع أنحاء العالم. ما يزال العنف ضد المرأة يتخذ أشكالا وصورا مختلفة، عنف سياسي واجتماعي وأسري يزداد سوءا يوما بعد آخر، وغالبا ما يفلت الجاني، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. نور العنبقي، CNBC عربية. وأنا سعيد أن يكون معي في هذا الجزء من هذا البرنامج زميلتنا، هي الحقيقة مش ضيفة على هذا البرنامج، زميلتنا العزيزة الأستاذة حناء حمزة. ونحن الحقيقة سعيدين ونحتز جدا بزمالتها في ظل أيضا اختيارها سفيرة لا للعنف ضد المرأة في الاغتراب، وهو اختيار صادف أهله، وهي أيضا اختيرت شخصية العام لمجهودات الكبيرة وأنشطتها المتعددة في هذا الاتجاه. أولا نهنيك نحن حناء على كل هذه، الله يخليك ويسلمك يا ستي، ومزيد من الإنجازات. لكن يبدو أنه المسألة عنيفة شوية كذا اللي دخلت فيها، العنف ضد المرأة. بداية أنا اليوم أنت سعيد، أنا حزينة لسبب أنه بمصادفة اليوم المرأة ويوم مناهضة العنف ضد المرأة أمس، تم اعتداء رجل على زوجته في لبنان وقتلها برصاصتين. نسرين روحانا بارح وجدت مقتولة، أم لولدين، ولد بنت عمرها 12 سنة وصبي عمره 7 سنوات. للأسف امبارح وجدت مقتولة بذات اليوم يلي العالم كلياته الأمم المتحدة داعية لمناهضة العنف. تدشين سيء بطبيعة الحال. هناء، هناء، أنا داير أعرف، العنف موجود وقديم ضد المرأة يعني، لكن يبدو أنه في صحوة دعني أسميها أو دعيني أسميها ضد هذا السلوك وهذا المسلك، وهي الآن تصل إلى أعلى المستويات الأممية. نعم. ما الذي حرك هذه المياه الساكنة؟ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة دعا لكسر جدار الصمت. يعني العنف موجود بس العالم ما كانت عم تحكي فيه. هلأ المطلوب أنه العالم تحكي وتعبر، النساء يقولوا أنه هن بيرفضوا العنف، والرجال كمان يعبروا عن أنه هن مش فئة من المجتمع لا تهتم بالعنف ضد المرأة، بل بالعكس يعني العدد القليل من الرجال يمكن يمارس العنف على المرأة، بينما العدد الأكثر هو رافض للعنف بس ما بيعبر عنه. فالمطلوب أنه هو يعبر عنه كمان، ولو أنه يلبس ربطة عنق برتقالية أو تيشيرت برتقالية، يحط الصورة على تويتر على الفيسبوك، يقول أنه هو رافض لأي مظاهر عنف وارتكابات عنيفة عم تمارس بحق النساء بالعالم. الأرقام اللي ذكرتها نور بالتقرير أرقام مخيفة على الممارسات اللي عم ترتكب بحق المرأة والفتيات بالعالم العربي وفي غيرها بالعالم، بكل العالم. يعني موضوع العنف تاريخي وشامل كل المناطق وكل أرجاء العالم. لماذا هناء الصمت زاد من هذه الجريمة دعيني أسميها وفاقا من أزمات؟ أكيد الصمت والمجتمع والتربية والثقافة والجهل. يعني في بالإحصاءات تبعت الأمم المتحدة في 250 مليون امرأة متزوجة دون سن 15. يعني سن 15 يعني مش متعلمة، ما كملت التعليم، ما بتشتغل يعني. فبالتالي أكيد حتصمت قدام أي عنف يمارس تجاهها. فدعوة الأمين العام للأمم المتحدة كانت سنة 2008، بلشت بالاحتفال بيوم 25 نوفمبر لمناهضة العنف ضد المرأة، وبسبب لأنه هذا اليوم هو له رمزية، كون أنه في 3 سيدات ناشطات بالدومينيك تم اغتيالهم في هذا اليوم، فكانت هذا السبب بأنه اقتراح 25 نوفمبر. هلا بس بحب اقول انه الحمله هذا العام حتكون من 25 نوفمبر حتى 10 من ديسمبر، اوكي، اللي هو يوم حقوق الانسان، يوم العالمي لحقوق الانسان. نعم. بشكل انه
خلال هال 16 يوم هدول يتم فيهم تبشير الحملة برتقالية لكسر جدار الصمت عند الرجل وعند المرأة ضد الانتهاكات التي تمارس بحق النساء والفتيات في العالم. نحن معكم أكيد. هنا خلينا في منطقتنا العربية، والعنف يأخذ أشكال عديدة جدا. هناك العنف اللفظي والعنف الجسدي وخلافه من أنواع العنف، يعني أيه هو الأكثر انتشارا في منطقتنا ونعاني منها بشكل أو بآخر وتثير كثير من القلق، يعني وإن كان كلها تثير القلق طبعا. مثل ما ذكرت نور بالتقرير، يعني كل أنواع العنف منتشرة للأسف بمجتمعاتنا، بس هذا ما يعني لا يعني أنه مجتمعاتنا فقط تعاني من العنف ضد المرأة، كل المجتمعات تعاني. ظاهرة عالمية. ظاهرة عالمية. العمل بده يكون مشترك، وعمل دور الإعلام كتير كتير كبير وأساسي بأنه يحمس الناس ويشجع الناس على أنه تقول وتعبر على رفضها للعنف. وأكيد توعية يعني الدور اللي ممكن يمارسه وسائل الإعلام كلها في توعية النساء والرجال ضد كل أنواع العنف، يعني إن كان العنف النفسي أو الشتيمة أو العنف العاطفي أو العنف الجسدي، كلياته عنف. فمهم أنه يكون الكل يعني يكون في دور إعلامي ودور تربوي ودور ديني. المرأة نفسها اللي بيقع عليها العنف، هناك امرأة متعلمة وواعية وتعرف حقوقها، وهناك امرأة شاءت الظروف أن تكون في منطقة بعيدة نائية، المجتمع يسود فيه كثير من الجهل، هي نفسها لم تتلقى قدر كافي من التعليم. إلى أي مدى تتفاوت ردة الفعل بين أكيد تتفاوت، بس كمان هذه مش قاعدة. يعني الضحية مبارح نسرين روحانا، سيدة موظفة متعلمة، هددة زوجها، تركت البيت، راحت من البيت لأنه مهددة ورفع عليها سكينة قبل، وبالتالي لحقها واستدرجها وقتلها. فالموضوع مش موضوع الخلاف البيئي أو القدرة أو التربوي أو الثقافة عند المرأة، هو الموضوع موضوع يعني هذه جريمة ترتكب في كل المجتمعات. نعم. بس الواحد بده يضل يقول أنه هو ضد، وهو ويحاول يعني على كل صحيح المساعدة. يا ستي نحن معاكم قلبا وقالبا في حملتكم وإعلاميا ندعم، وسعيدين جدا كنا بوجودك سفيرة لا للعنف وسفيرة وشخصية العام أيضا والإعلامية هنا. لمزيد من الدعم، هيدي ربطة عمق برتقالية مني لإلك، أتمنى أنك تستخدمها خلال الأيام القادمة. أنا أتشرف لحتى تعلن فيها رفضك انا اتشرف. هو من الان يعني عشان نبدا الحمله ندشن احنا ذاتنا. أوكي. بس ما حتكون مع ديك من الان، والحقيقه نتمنى تكون كل ايامكم لا للعنف نتلقى مثل هذه. شكرا الزميلة العزيزة هناء حمزة سفيرة لا للعنف في الاغتراب، شكرا جزيلا لك، ونتمنى ان نلتقيك في اوقات اخرى ويكون النسب سجلت تناقص وانحدار. وكان في التثير مع بعض دي بتاعت لا للعنف بالمناسبة لحد 10 ديسمبر عشان نذكر من جديد، حتستمر كل الناس يعبروا بأنهم يلبسوا هذا البرتغالي ربطات عنق للرجال، وكل التيشيرتات أو لبسات للنساء كلنا نقول لا للعنف ضد المرأة. ولكن شاءت الأقدار أيضا أن يتم أيضا وفي هذا اليوم تغيب صبوح صباح شحرورة عن 87 عاما. وصباح اسم كبير وخالد وتظل بأعمالها الكبيرة، نتمنى لها الرحمة. وأشكر لكم حسن المتابعة لهذا البرنامج من CNBC عربية، تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.